طرح حلو بس رح ناخذ الفكره. سؤال 1.7 في عندي كور، هلا هذا بروبلم 1.7 عندنا هون كور وعندي هذا الكور بغض النظر في له دايمنشنز، بس الفكره هون انه في عندي 2 كور، جيت لفيت هون عدد معين من اللفات وحطيت. طبعا هذه مهمه جدا، ايش المهم جدا هون غير اتجاه الكرنت؟ لفه كيف جاي؟ اذا تبين معك اللفه انها جاي هيك ولا جاي هيك، ما بصير ارسمها هيك اي كلام، لازم يوضح معك اتجاه اللفه. وين اتجاه اللف هون؟ هي واضح انه هيك. اذا الكرنت طبعا داخل هيك، الكرنت داخل هيك، اتجاه اللف هيك، معناها اتجاه الام ام اف هو مزبوط. الام ام اف مش فيكتور بس له ساين، حتى سكيلرز لهم ساين، مزبوط؟ واضح فاهمين؟ سكيلر له ساين بوزيتيف بهذا الاتجاه، فراح يكون عندي. وعندي كويل ثاني، هلا لاحظوا هون اتجاه اللف، طبعا ما بكفي اتجاه اللف، ايش لازم يكون عندي؟ اذا عندي واضح انه هذول الاثنين باتجاه الكرنتس اللي موجودين وباتجاه اللف اللي موجودين عندي. هلا هذا راح يعمل بهذا الاتجاه هيك، فراح يعطيني ام ام اف بهذا الاتجاه، هذا راح يعمل بهذا الاتجاه هيك، وانا مرر الكرنت بهذا الاتجاه راح اعطيني ام ام اف. راح يجمعوا ولا يطرحوا الام ام اف؟ هذا راح يجمعوا من هون، فهذا راح يعطي فلوكس وهذا راح يعطي فلوكس من هون. اذا بصير عندي راح احسب الان الامبير تيرمز اف 1 تساوي ان 1 اي 1، وبعدين عندي هون اف 2 تساوي ان 2 اي 2، وبصير عندي هلا اف يساوي مجموع اف 1 زائد اف 2، وبنكمل بعدين الحل. هذه هي بس الحالة الفكرة اللي موجودة هون، اللي عندي الام ام اف اللي هون جمع مع الام ام اف اللي هون. كيف بحسب اتش؟ بدي اقسم على ايش؟ على المين باث. فبدك تاخذ المين باث من هون، طبعا دايمنشنز انا مش راسمها مضبوط من هون، بس انت بدك تطلع الدايمنشنز اللي بالسؤال. عندنا امبيرز لو اتش دوت دي ال تساوي اي نت، او بيساوي بالحاله هاي عندي هاي، لان هدول اعتبرناهم احنا كونستنت، هم مش كونستنت، ولذلك اذا عندك هدول مش كونستنت وفي زوايا بينهم لازم اخذ الانتجريشن كامل. احنا راح نعتبر انه اتش في المين باث اللي هو ال اللي ساب، وراح نحط سي انه الكور وكلوز، لازم يكون هذا الباث كلوز ولذلك هاي بده يساوي، ما بصير عندي اتش يساوي. ولو كانت هاي المساله فيريبل بيرميبيليتي شو بدك تعمل الان؟ بروح على الجدول، على يا جدول يا جراف، الاحتمال انها جراف، اطلع منها بي وصرت بعرف بي هون. هلا هون راح يصير في عندي تعقيد لانه هذا الكور هون ممكن ما يكون يونيفورم، بس انتم ذكائكم والابداع اللي عندكم تقدروا تحلوه، مضبوط؟